واحده برضو من البروبرتيز مهمه جدا موجوده عندنا في الفوري ترانسفورم، اللي هي بتقول لنا ان احنا نقدر نحسب الانرجي بتاعت السيجنال بتاعتنا في التايم او في الـ او في الفريكوانسي، ما يبقاش في اي تغيير في الاثنين خالص. يعني لو انا حسبت الانرجي بتاعتي في التايم او حسبتها في الفريكوانسي، الاثنين لازم يساوي بعض. لو انا شفت الانرجي ديفينيشن احنا كنا شفناه في الجزء بتاع السيجنالز، هو عباره عن انتجريشن ماينس انفينيتي انفينيتي اكس اوف تي سكويرد، اوكي، اللي هي الابسولوت فاليو سكويرد، او في الفريكوانسي دومين اللي هو عباره عن 1 توايس 1 اوفر توايس باي اكس اوف اوميجا، كل ده سكويرد. اوكي، الكلام ده لازم يساوي ده. اوكي، فده بيقول لنا ان احنا عندنا اكشولي ان الفوريه ترانسفورميشن ده اورثوجونال ترانسفورميشن، يعني ما بيغيرش اي حاجه من الكاركترستكس بتاعت السيجنال بتاعتي خالص. اوكي، ويعني اقدر ان انا استغل البروبرتي دي ان انا لو عايز احسب الانرجي بشكل ابسط ممكن احسبها في الدومين اللي شكله فيه شكل السيجنال فيه مور كومباكت. يعني مثلا لو عايز احسب الانرجي بتاعت مثلا سيجنال شكلها مثلا سينك فانكشن، السينك فانكشن دي شكلها معقد جدا في التايم دومين لانها ماينس انفينيتي انفينيتي. لو عايز احسب لها الانتجريشن بتاعي اللي هو هنا ده، هضطر انتجريت ماينس انفينيتي انفينيتي سيجنال، يعني ما هياش شكلها لطيف كويس. انما لو انا خدت السيجنال اللي هي السينك فانكشن دي وحسبت لها الاكس اوف اوميجا بتاعتها، هلاقي الاكس اوف اوميجا اللي هو الفوريه ترانسفورميشن بتاعها، هلاقي شكله عباره عن جيت. جيت دي عباره عن فاينايت سبورت سيجنال، وفي منتهى البساطه ان انا احسب لها الانتجريشن بتاعها والانتجريشن بتاع السكوير بتاعها، فيبقى اسهل لنا كتير ان احنا نحسبها في الفريكوانسي دومين عن ان احنا نحسبها في التايم دومين. فدي الحقيقه بنسميها الكونديشن ده، او بنسمي البروبرتي دي بنسميها البارسيفالز ثيورم او البارسيفالز انرجي كونسرفيشن. اوكي، ودي الحقيقه بنستغلها في احوال كتيره جدا عشان نحسب بعض الانتجريشنز او بعض الكونديشنز اللي فيها الانرجي عايزين نعرفها كويس في الدومين اللي بيخلي شكل الانتجريشن ده ابسط بكتير من الدومين التاني.